وفي آخر تقرير لليوم اخترنا لكم مسلسل عائلة سيمبسون. هذا المسلسل الأمريكي الشهير توقع وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض منذ 15 عاماً، واعتبرت ذلك أنه يمثل رسالة تحذير للعالم من الجنون الأمريكي بانتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة. التصقت بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب عدة توصيفات متفرقة، لكن الأبرز كان لقب زير النساء الذي ضجت به مواقع الإنترنت بعدما نشر عن مغامرات ترامب النسائية، وهو ما أثر بحسب مراقبين على تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي في عدة ولايات أمريكية. أما الطرائف فصاحبت مسيرة الرجل الانتخابية حيث نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك قرداً صينياً معروفاً باسم ملك التوقعات حمل أخباراً سارة للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية وتوقع فوزه بالسباق إلى البيت الأبيض، ووضع القرد بين مجسمين أحدهما لترامب والآخر لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وبعد فترة من التأمل استدار القرد إلى مجسم ترامب ثم قام بتقبيله في إشارة إلى اختياره رئيساً للولايات المتحدة. المفارقة الغريبة تلك التي استدعتها ذاكرة متابعي المسلسل الكرتوني الكوميدي عائلة سيمبسون مؤخراً، فقبل 15 عاماً تنبأت إحدى حلقات المسلسل الشهير أن يصبح قطب الأعمال المثير للجدل دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل. كاتب هذه الحلقة قال إن توقع القائمين على المسلسل أن يصبح دونالد ترامب رئيساً لأقوى دولة بالعالم في المستقبل كان بمثابة رسالة تحذير لأمريكا، مضيفاً في الحلقة التي بثت عام 2000 أن تقلد الملياردير ترامب لأهم منصب على سطح الكوكب جاء في إطار كتابة قصة عن حالة الجنون التي ستنتاب أمريكا. في كتابه الأخير أمريكا المريضة يقول ترامب: أنا رجل لطيف حقاً، صدقوني أشعر بالفخر لكوني رجل لطيف، لكني أتوق ومصمم على أن تكون بلدنا دولة عظيمة مرة أخرى. إذن مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى هذه الحلقة الخاصة من آخر الأسبوع. للتواصل معنا آخر @orion-news.net، هذا البريد الإلكتروني الذي ترونه أمامكم على الشاشة. أنا ألقاكم الأسبوع المقبل، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.